سؤال أفرتني سيدات وحيلة ده قف قال لي ماما موجي سنكرا سيو كمان كمانكم أو مسلمين وبدباديو السلام عقلا بس أنا داسي وحاجري حلقات بدارون كقها اللي واهوري كلان كشيب لي الصومالي تشانل اللي شرمان شان لحلقين اي هاين مسألة ذاني ومسائل الإكراه بي عرمضة قاركود قليان قارن مسائل الضرورة هي التقية ذي قليان مسائل الإكراه مركا اللي قلينا ينو قسمين هي قفك يوي بنانتا هي والنوع إكراه يكون مقا عابان الإكراه الأدبي قف الساقي وحكود عايا معها قف كان اللي ديليا والد كابا اللي ديليا والعال كابا اللي ديليا أما وحا وين لوقي سنة يا وحن هدادا سامين مركا اللي يراهده علماء الفقهاء هذا أنت رب هذا قبان باب الإكراه وي رجع متأخرين تا يا دمبة يا قار حلي كان رجع علماء وقرني كنا بإكراه الإكراه الأدبي يكون مجابي رجع بدن نمر كه الله يحافظ من حزم يا رجع الله مدى رحمة الله عليهم جميعا وعدينا يانا وقف كستو مسلم وحليه لي وإنات سما يسمى هنا نبقى جارسين يو وباب الإكراه لأن هذه نقول عيا قسم معها هذين نقوي ذنا باب الكراه قلي وإذا باب التقية هي ضرورات كي قليسة مركا أصالحان هدير الحقيقي يظن غالبا نقطة هاي ويبنانت هاي أرين تاسين الله سمعيه